كلمة رح نحكي فيها ونروح لعالم فني جميل بيجمع بين الحرف وهندسة الخط العربي ورسمه بطريقة كتير حلوة، واستخدام التدوينات الهندسية اللي هي موهبة مميزة لمهندس أيضا مميز. أكيد فرح، الهندسة كانت دراسته ولكن موهبته بالخط العربي هي اللي جعلت من اسمه يتردد بالفترة الأخيرة وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. جدارياته بالشام القديمة وعدد من اللوحات الفنية تميز فيها معنا المهندس المعماري وأيضا الخطاط حازم كرد علي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يا هلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخير حازم، هلا كيفك؟ صباح الخيرات. هلا أول شيء بدنا نعرف شو القاسم المشترك يمكن بين الهندسة والخط العربي اللي بعض الأشخاص ممكن يفكروا إنه هن بعاد كتير عن بعض. هلا بالعكس تماما، يعني على يعني الخط والعمارة هن بيمشوا على بخطين متوازيين تماما. فالخط هو هندسة بنفس الوقت العمارة هي هندسة. فالخط فيه نسب كثير هندسية، في مقولة عن الخط هي الخط هندسة روحانية. فالعمارة كمان فيها من الكتلة والفراغ وهدول النسب والظل والنور مثلا، هدول كمان مفاهيم موجودة بالخط. فهن بالعكس يعني فنين متقاربين كثير، بيمشوا سوا وبيكملوا بعض كمان ببعض الأماكن. أكيد حازم، بالفترة الأخيرة كنت مع مجموعة من الشباب اللي شاركوا بمشروع فني انتشر بشوارع دمشق، جداريتها كانت مميزة كتير مختلفة عن كل يمكن الشباب والفنانين اللي شاركوا، نحكي أكثر عن هي الجدارية وشو كانت الرسالة منها؟ تمام. هلا كانت الفكرة من الرسالة هي تكون من يعني من وحي الحارات القديمة، من وبنفس هذا الجو القديم تبع الحارات، ما يكون شيء طاغي على الحارة، بالعكس يكون جزء متمم لها وشيء جمالي وقيمة مضافة على الحي، بما انه هو حي منسي وحي صار يعني العالم ما بتعرفه. لما هلا نقول مثلا حي التيامنة ما حدا بيعرف وين هو، فهو بباب مصلى من الحارات القديمة وجنبه في كنيسة قديمة جدا. فكانت الفكرة انه تسليط الضوء على هي الحارة من هي الجدارية اللي هي بتحكي عن التراث السوري اللي يحتوي على التراث المعماري والتراث اللي هو الخط العربي. حازم خلينا نشوف شيء يمكن من تخطيطك، هيك جملة كلمة عليك على ذوقك. يمكن فينا وانت عم ترسم او عم تخطط فينا نحكي ما؟ تمام اكيد. اكيد. طيب حازم، يعني اليوم الخط العربي ما انه شيء سهل، في كثير شباب ما بيشتغلوا هيك او ما بيروحوا على هذا الشيء، بيروحوا على الشغلات الحديثه، شغلات التكوينات اللي بيستخدموا فيها الانترنت، ليش اخترت هذا المجال؟ هلا مجال الخط العربي هو لانه فيه من يعني جمال الحرف العربي، فيه من الجماليه اللي بتخلي الواحد يعني لما يكتب تفاصيل هالحرف، مو بس مجرد جملة مثلا أو حتى الحرف بحد ذاته بيخلي في راحة نفسية مثلا. يعني أنا بلشته كانت بفترة بدايتي مع الجامعة بالسنة الأولى، فكان هيك يعني الواحد هون بهالفترة بيكون ضايع مثلا، ما بيعرف وين بده يوصل، يكون هلا خلص بكالوريا، فكانت الواحد بده يجرب شغلات جديدة دائما. فأنا بلشت بمجال الخط ولقيت حالي فيه، مع انه كانت يعني البدايه صعبه، كان كله تعلم ذاتي. وانواع الخطوط حازم، اذا بنقول عن انواع الخطوط اليوم، قدرت يمكن تتقن كل الانواع او في يمكن نوع من الانواع هو المحبب لقلبك وبتلاقي يمكن هو الاسهل والاقرب للهندسه؟ تمام. هلا الشيء المتمم اللي قالته سلمى هي انه كيف هلا الشباب عم بيتجهوا للشيء التقني اكثر، فانا حاولت يعني ما اطلع عن هذا الشيء التقني لانه هو مثل واقعنا هلا، لغة العصر. تمام. فانا حاولت ادمج بين الشيء الكلاسيكي اللي هو الخطوط القديمه، القي نظره عليها، انا مو كلهم اتعلمهم، انه هي الخط مشوار بيضل عشرات السنين أكيد. يعني فحاولت انا القي نظره عليهم، شوف القيم الجماليه الموجوده فيهم واستنبط منهم هدول القيم وحاول اطبقها باطار فني جديد يوصل فكره معينه، شيء من اللي انا تعلمته من العماره. حاولت تلاقي حدا يدربك تاخذ رايه مثلا ان كان من الاشخاص المعروفين بالخط العربي؟ مثل ما بنقول حاولت انك انت تاخذ منهم بعض النصائح تتعلم على ايدهم او لا، كان هو مجهود ذاتي ومتعه وموهبه بالنسبه لك؟ هلا بالبدايه هو كان مجهود ذاتي، لانه يعني هو المجال او المجتمع تبع الخط العربي هو يعني ضيق شوي نوعا ما عندنا بالبلد، ف
بين ما الواحد يعني بين ما فتت انا على الجو يعني بعد كم سنه تعرفت على بعض الخطاطين، منهم الخطاط اللي هو درسني بفتره معينه الخطاط عاصم الرهبان، فكان له بعض النصائح المهمه كانت بال خلينا نبلش نشوف شيء حازم. يعني كمان حازم خلينا نقول انت اليوم عم ترسم او عم بتخطط بالقلم، في كثير ادوات للتخطيط، شو شو الاكثر شيء هلا في هلا كل طبعا بما انه اليوم عم نخطط بالقلم بما انه هو شيء سريع، بس طبعا الادوات الكلاسيكيه اللي هي من القصبه والحبر هن اكيد لهم جماليه خاصه غير الاقلام هدول. بتفكر تكفي حازم بدراسه الخط العربي بعد الهندسه، او ممكن تختص بس بالهندسه وتبقى هي موهبه؟ لا اكيد انا يعني من بدايتي مع الخط اللي كانت بنفس الوقت بدايتي مع العمارة، انا حابب يعني انا كان حبي للاثنين بنفس المستوى، ما كان في شيء طاغي عن شيء، بس المجال الفني اللي هو الخط يعني له مجاله والعمارة كمان له مجاله، فانا عم بحاول يكون في شيء رابط مشترك بين هدول الفنين. يمكن بنشوف بالتصاميم اللي بتنشرها كمان على صفحتك لوحات شاركت فيها بتغيير ديكور بقلب بيت يعني مثلا، او حتى بقلب محل معين صارت لوحاتك جزء، مثلا جدارية بقلب مطعم، بقلب فندق قديم بالشام القديمة، صرت تدخل هذا الشيء يعني تدمج بين ديكور بالعمارة وبين حتى الخط العربي. قد ايه عطتك هي خليني اقول ميزة عن غيرك من الشباب؟ هي يعني العمارة هي علمتني هدول الشغلات، يعني حتى الدخول بتفاصيل الديكور البسيطة جدا، إن كانت مثلا من طاولة نص مثلا لحتى تكون مثلا واجهة بناء. فالواحد يعني في جملة عن الخط كثير أنا بحبها، الخط العربي ما لامس شيء إلا زانه. فهي يعني وين ما دخل الخط العربي، إن كان بطاولة إن كان بشغلة كبيرة إن كان بأي تفصيلة صغيرة من حياتنا، فهو بيضيف قيمة كثير جمالية للقطع. قديه حازم تشوف اليوم نسبة الشباب اللي عندهم هي الاهتمامات وهذا الشغف بالخط العربي؟ هي فعلا نسبة قليلة، بينما اللي بيشوف شغلك يمكن اللي بيشوف خطك بيتشجع بشكل لا إرادي انه يمكن يتعرف أكثر. هلا هي المشكلة انه مجال الخط العربي شوي قليل صار بالفترة الأخيرة، بس الحمد لله لا يعني بلش يرجع ويتنشط هذا الشيء، لانه صار يدخل بالمجال مثل فينا نقول مثلا بالجرافيك ديزاين باللوجوز بهدول القصص، فالشباب عم بيرجعوا عم يشوفوا في تطور لهذا الشيء، فعم صاروا عم بيلتفتوا له، صار عم بيطلع عن الاطار الكلاسيكي الخط، فصار فئه الشباب لا انه فيه بوتنشل كثير كبير الخط العربي ليخدمنا نحن كعرب، يعني كحرف عربي هو كثير شيء مهم فيه يدخل باي تفاصيل، ممكن يدخل بالتصميم يعني اوقات في ناس مثلا بيقولوا انه اذا عم بيتم تصميم شيء له علاقه بالثقافه او شيء له علاقه بخليني اقول هويه عم تتغير بقلب مدينه معينه، قد ايه ممكن يكون في عندنا حرف تعتمد وحده الحرف بالانشاء المعماري نفسه او بالتصميم المعماري نفسه؟ تماما، يعني حتى لانه يعني نحن تراثنا الاساسي هو الحرف العربي، الخط العربي والقرآن كان بالحرف العربي، ف يعني كيف فينا نحن نوظف هذا الشيء بكل قيمه الموجوده، يعني كيف صار له مئات السنين والاف السنين عم بيتطور الخط، فهو ما وقف هون، فهلا بالعلم الموجود هلا بالمفاهيم المعماريه الجديده بتتطور هدول باساليب التنفيذ، حتى يعني صار في كثير اساليب ممكن نحن تفيدنا لنطور هذا الشيء. شو عم نكتب؟ صباح صباح الخير. شو النوع اللي استخدمته من الخط؟ تمام، هلا انا بس للمشي المتمم اللي قلت لك قبل شوي انه بتطلع على كثير انواع خطوط، بس لنخلصها بتطلع على كثير انواع خطوط وبحاول حتى النقط حازم، خليني ارجيها للمشاهدين على الكاميرا. تفضلي. ف
أول شيء أنا بدي أشوفه. خلينا نشوف. فبحاول أخذ قيم جمالية من كل خط معين. يعني حتى أنا الورشات اللي بعملها أو الكورسات اللي بعملها هي بتكون تحت إطار الخط العربي الحر. فهي خط يعني عربي. يبدع تمام. بالشيء يعني اللي بده إياه. يعني حتى أنا اللي بعطيه بالكورسات هو مثل البداية. وما بحصرهم مثلاً إنه بس هذا الخط إحنا ناخذ بهي الورشة. لا يعني بحاول أعطيهم كل مثل أول الخيط وهن يكملوا. يمكن معك شيء كمان جاهز. في بعض الشغلات إيه. خلينا نشوف. هي شو؟ هي جملة عن عيد الأم هلا قريباً. عيد الأم هي لا. هي لكل الأمهات أكيد. فيك تقراها لأني أنا ماني شايفتها. أمي يا ملجأي في الحزن والألم ليتم الله عليك من النعم. آمين يا رب. آمين لكل الأمهات. آمين يا رب. حازم غير الجداريات يلي كانت كتير مميزة، شو فكرت تعمل شيء عن جد يلفت النظر مثل الجداريات يلي حكينا عنها وتصيب هي العدوى الجمالية لكل الناس؟ هلا يعني الشيء المتمم للجداريات يعني عم فكر انا هلا بالفتره الجايه نفوت بفوت بمجال المنحوتات فينا نقول او السكلبتشرز شغلات ال 3 دي هي التوظيف الامثل اللي كنت انا عم بدرسه بالعماره يعني فهمي للكتله والفراغ وهدول القيم كيف بناء الكتل مع بعضها ونسبها كيف هلا نحن مثلا صباح الخير هلا عم نشوفها نحن كشيء 2D بس كيف فينا نشوف نحن هلا مثلا تداخل حرف الحاء مع الالف ان كان 3D كيف بده يصير صار في بعد ثالث نحن بدنا نفكر فيه نحسب حسابه فهلا هي ان شاء الله هلا المرحله الجايه هي اوريدي بلشت فيها ان شاء الله هلا بضل تتطور ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله اكيد بنشوف شيء جديد منك وبكون معنا كمان بابداعات وبصمه مميزه اكيد تسلمي يا رب ان شاء الله شكرا لك حازم احنا كثير انبسطنا انك كنت معنا لليوم واكيد شخص مثلك يمكن عنده كل هذا الجمال يلي عم نشوفه اليوم بدقائق يمكن قليله ما بنقدر نختصر فيها اكيد هو شخص كثير حساس وعنده لسه كثير لحتى يقدمه كل التوفيق لك شكرا كثير لك شكرا لكم شكرا لحازم شكرا موفق اكيد شكرا. بشغلك سواء بالعماره او حتى بالخط العربي تسلموا لكلكم ذوق شكرا لكم